السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد صادق أبو ماهر، مرحبا بكم في قناتي صادق تي في. اليوم أنا جبت لكم وصفة طبية ناجحة لمرض السكري وضغط الدم ولألم المفاصل. الوصفة هي علاج بالغذاء. علاج بالغذاء: أولا أنت تزن نفسك، يعني وزن نفسك كم وزنك واكتب معك بالورقة. ثاني، تحقق وافحص من درجة السكر، يعني كم عندك، بكم درجة السكر عندك، واكتب كمان في الورقة. والثالث، افحص درجة ضغط الدم، كم عندك ضغط الدم. والرابع، علم المفاصل الخاص بك أنت تعرفه جيدا، يعني كم أنت من هذه الآلام تعاني. الآن الوصفة ما هي الوصفة؟ مثلا إذا أنت وزنت نفسك، فحسب وزنك، مثلا وزنك 60 كيلو أو 70 كيلو أو أكثر، تناول الفطور في الصباح مع الفاكهة، مع الفاكهة فقط لا غير. يعني وزنك 60 كيلو، تناول الفطور 60 غرام. إذا وزنك 70 كيلو، تناول الفطور 70 غرام ولا أكثر، وفقط الفطور من الفواكه، يكون من نوع أو من أكثر الأنواع ما في مشكلة، فيمشي. يعني مثلا تفاح، موز، برتقال، أي شيء، ولكن يكون على حسب وزنك. وزنك 60 كيلو، 60 غرام فطورك. 70 كيلو، 70 غرام فطورك. وبعد الفطور لا تأكل شيء إلى حتى الغداء، إلى حتى الغداء. اشرب الماء لا بأس، ما في مشكلة، أما غير الماء فلا. إلى حتى الغداء ما تأكل شيء. وفي الغداء يعني مثلا أنت تأكل غداء صحن كامل من الرز، أو أن تأكل خبز كامل، خبز في الغداء. فالآن في الغداء تأكل نصف بطنك، نصف بطنك من سلطة، مثلا شو اسمه، خيار، بصل، طماطم، والجرجير، وكل الأنواع السلطة، قصها صغير صغير وبعدين خذها بالملعقة، وكل نص بطنك، يعني كم انت تأكل، وبعدين نص بطن الغداء من أي شيء اللي انت تأكله. وبعد هذا العشاء يكون على كيفك، تأكل العشاء على كيفك. بهذه الوصفة إذا أن تستمر من 3 إلى 9 يوم تلاحظ الفرق كبير كبير. وبعد 9 يوم شوف وافحص الضغط الدم وهكذا السكر، وشوف الألم في جسمك كم هذا نقص. هذه الوصفة مجربة وفعالة، و هذا علاج بالغذاء لا بالأعشاب ولا بأي شيء. يعني أن تأكل وما شاء الله تكون بالصحة والعافية. فهذه وصفة مجربة وفعالة، جربوا. إذا عندكم مرضى من السكر أو ضغط الدم أو ألم المفاصل أو يعاني من أحد من هذه المشاكل، إذا يوجد كل هذه الثلاثة فله هذه الوصفة، وإذا يوجد من أحد هذه الثلاثة فلو هذه الوصفة، وإن شاء الله تكون الله يعافيكم ويشفيكم من كل المرض ومن كل البلاء. دمتم في أمان الله، وإن شاء الله نقابلكم في مقطع الثاني، وهكذا إن شاء الله نستمر في هذا الشيء. فإذا أعجبكم هذه المقطع سووا لايك وسبسكرايب وشير مع الناس، وشاركوا مع الناس وأصحابك. جزاكم الله خيرا في الدارين وأحسن الجزاء. شكرا.